لقاء سياسي كبير حضره رئيس وزراء الفترة الانتقالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد صالح كبزابو ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبادي وعدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد والتي شاركت بفعالية كبيرة في جميع جلسات الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي احتضنته البلاد في شهر أغسطس من العام الماضي. وخرج الحوار بقرارات وتوصيات مفادها إعادة هيكلة الدولة وشكلها والوصول إلى دستور جديد يضمن حقوق الكل. بات من الضروري أن تلعب الأحزاب السياسية دورها في المشهد السياسي التشادي. ومن هذا المنطلق دعا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إدنو كل رؤساء الأحزاب السياسية الناشطة في الحياة السياسية في البلاد مساء اليوم بالصالة الكبرى لقصر توماي في بيانه الذي حمل روح الإخاء والتسامح والعمل معا من أجل تشاد العز والكرامة تشاد الوحدة. استهل فخامة رئيس الجمهورية بيانه بالترحم على أرواح ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع يوم أمس في طريق أم حجر أبشة. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة هنأ في بيانه رؤساء الأحزاب السياسية قائلا إن عام 2023 فريد من نوعه بالنسبة لبلادنا وهناك تحديات كبيرة ومهمة على المستوى السياسي يجب رفعها ولا سيما تنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي وهذا التنفيذ هو أمر حتمي من الدرجة الأولى ولا بد منه. البيان حمل في طياته أيضا أمورا كثيرة ومهمة نظرا للرهانات السياسية الكبيرة حيث أن التنظيم الأفضل للطبقة السياسية حول الأهداف المشتركة أمر ضروري للغاية لتحقيق النتائج المتوقعة ومن ضمنها الوصول إلى دستور وطني جديد ومقبول لكافة الشعب التشادي. وطلب رئيس الفترة الانتقالية في بيانه من رؤساء الأحزاب السياسية بضرورة الإسراع في تأسيس إطار سياسي تشاوري جديد يتسم بالشفافية ويضم كل القوى السياسية الحية في البلاد. ودعا فخامته في بيانه أيضا كل القوى السياسية الناشطة في البلاد أيضا إلى ضرورة تأسيس جلسات مستقلة وحرة من أجل الوصول إلى هذا الإطار التشاوري الذي من المتوقع أن ينظم المناخ السياسي في البلاد ويوجه السياسة الوطنية لضمان سلام شامل ونهائي. قرارات الحوار الوطني الشامل من المتوقع إنشاء هيكل أو نظام تشاوري بمثل جميع الفاعلين السياسيين هنا البلد بصفتي ضمين تنفيذ القرارات والتوصيات انت الحوار الوطني الشامل ندور ندعوكم كلكم للتشاور بيناتكم بكل حرية عشان تكونوا إطار عن التشاور المطلوب. كونوا مطمئنين ما في أي تدخل ولا أي أمر ولا أي تأثير أقل في هذه الممارسة التي تخصكم أنتم وهيئتكم السياسيين التشاديين. ما في لازم بتدخل في شؤونكم. أنتم سيادة تحددوا الإطار عن الحوار السياسي وتكوينه وطريقة تنظيمه وتسميته. الشيء المهم هو تفضيل الطريقة التنظيمية التمشي مع الديناميكية والفعالية والكفاءة. الوقت محسوب لنا. تتفقوا معي بكون الوقت مال الصراعات السياسية. هيكل الحوار السياسي الكل التشاديين والتشاديات من حقهم قاعدين برجعوا هو الموحد وبجمع وبودي الإيجاد نحو آفاق أفضل. التوافق والتفاهم واجب يبقوا شعارنا كلنا. وبصفتي الضامن عن التنفيذ دفتر المهام قاعد نرجى منكم الكثير. أي واحد منكم واجب ينطي أفضل ما لديه من أجل النجاح الانتقالية. بطبيعة الحال أنا نكون معاكم دائما ونقعد بجانبكم عشان نساعدكم ونساندكم عشان تقدموا في أحسن صورة مهمتكم وترفعوا التحدي المشترك اللي هو تهيئة الظروف السمحة للانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة.